ايه الوضع الغريب ده؟ طبعا دي ظهرت بشكل منتشر جدا، جدا. حتى تلاقي مدرس في رحلة بيرقص رقص بلدي، تلاقي الشباب مع بعض، تلاقي فرح بيرقص هذا انا باحترافية. ايوه. وبعدين زمان كانوا يرقصوا الرجاله، احنا اللي هو نعرف الرقص الرجال صح، اللي هم بنكتفوا ومش عارفه ايه، بيتنططوا قدام ويتنططوا بعض صح، وخلاص، أما رقص اللي هو الوسط ده غريب جدا صح. غريب جدا ده في الغالب الشخصيات دي بتتوحد مع المرأة، مع جسد المرأة، بمعنى بيبقى عندهم هوس بجسد المرأة، وبيبقى عندهم زي النظام هوس جنسي، فبيتوحدوا مع جسد المرأة، فتلاقي ان هو بينفذ جسد المرأة لانه ده الايقاع، ده هو اللي بيستهويه وهو اللي بيحبه، فبيتوحد معاه، يعمل نفس حركتها. يا سلام. والله مش مثلا نقول عليه جاي او شاذ جنسيا مثلا لو بيعمل كده، طبعا الشواذ ولا ايه؟ جنسيا بيلجأوا طبعا للرقص الشري، بس انا مش ينفع ان انا اصنف كل من يرقص شاذ جنسيا، خلينا نصنفها بشكل هادي شويه، ان هو توحد مع جسد المرأة لانه بيستهويه او عنده هوس بيه. ايه اللي وصل الشباب للحاله دي؟ هقول لحضرتك، غياب القيمه، غياب الوازع الديني، مفيش توجيه في الاسره، في قهر، في عدم تفاهم، في عدم سماع للاولاد، في نرجع تاني نقول ظلم مع بعض، اجتماعي. من امتى الموضوع ده؟ هقول لحضرتك ده تراكمي. ايوه. لما شاب مثلا يكون طموح ويطلع ما يلاقيش تكافؤ فرص، هنا بيصاب بالاحباط. لما شاب يكون مثلا نفسه يتجوز البنت اللي بيحبها وعايز على سنة الله ورسوله ويروح يتقدم، ولكن ارهاق الطلبات الزواج، فبيحبط فيقعد. يحبط احباطات، يرقص ولا لا احباطات، احباطات خلت يحبط حد هيرقص؟ تافه، ايوه خلت الهدف تافه، يعني احباطات احباطات، وغياب الاهداف وغياب المستقبل، وما عندهمش اهداف محدده هيعملوها في حياتهم. يعني اللي بيرقص ده تساليه انت هدفك ايه في الحياه؟ هيقول لك اتجوز او يكون لي كذا علاقه. فتلاقي غياب الهدف مع عدم تكافؤ فرص، مع ظلم اجتماعي، مع عدم تفاهم، مع عدم توجيه، مع قله وازع ديني، ده كله بتفرز جيل تعبان نفسيا. جيل تعبان نفسيا، ما تقولش منين؟ الأسرة من أول ما الست بدأت تطلع بره البيت وتهمل أولادها وتسيبهم للخدامة، ده ليه تأثير ده صح. ده ده بتربيها ده ده ده, ده, ده سبب. لما الروضة نفسها، المدرسة نفسها ما عادش لها دور تربوي، ده سبب. لما الطالب بيطلع من الجامعه وخريجه فرحان ان هو واخد كليه هندسه وما يلاقيش شغل، ده سبب. لما اروح مصلحه حكوميه والاقي رفض والاقي قهر والاقي ده سبب. هي مجموعه عوامل متراكمه مع بعض.